إلى الزميل محمد بروبي والعرس المتوسطي بوهران. محمد بروبي، مساءك سعيد. انتقلت اليوم إلى مدينة وهران للإطلاع أكثر على هذا الحدث وآخر الاستعدادات، هل لك أن تطلعنا على الصورة وهل وهران جاهزة لاحتضان هذا العرس المتوسطي؟ نعم، أهلا زميلي عزدين، أهلا بكل متابعي الشروق الإخبارية. مثل ما تفضلت وذكرت، التحضيرات جارية على قدم وساق، تقريبا آخر الرتوشات وآخر التفاصيل توضع على مختلف المرافق سواء الرياضية، مثل ما نشاهد هنا المركب الأولمبي الجديد لوهران، والذي تم تنصيب الاسم الجديد للمركب باسم المجاهد المتوفى بن حدو بوحجر المدعو العقيد عثمان. هذا هو الاسم الجديد للمركب الرياضي الجديد بوهران. التحضيرات جارية على قدم وساق في مختلف المجالات. هنا نتحدث عن المركب الرياضي. الأمس كان رقم قياسي بيع أكثر من 30,000 تذكرة لحضور حفل الافتتاح في ظرف أقل من 24 ساعة، ولأول مرة في تاريخ ألعاب البحر الأبيض المتوسط التذاكر تباع عبر منصة إلكترونية سابقة تحدث في ألعاب الحوض الأبيضي المتوسط. وكان قد تحدث محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط السيد عزيز درواز وأكد أنه بالموازاة مع الرقم القياسي لبيع التذاكر في ظرف أقل من 24 ساعة، تحدث عن إحباط محاولة ل 18,000 محاولة قرصنة لقرصنة التذاكر عبر المنصة الإلكترونية. كل هذه الأرقام ربما توحي أن الحدث سيكون كبيرا وكبيرا جدا في وهران الباهية، التي سكانها أيضا هم عدوا والعدة وجهزوا أنفسهم لاستقبال كل سكان والرياضيين القادمين من مختلف دول البحر الأبيض المتوسط. وهران نستطيع القول أنها اليوم جاهزة قبل ساعات قليلة أو أيام معدودة عن هذا الحدث الذي تنتظره كل الجزائر وليس وهران الباهية فقط. اليوم الندوة الصحفية الخاصة بسليم دادا رئيس لجنتي حفل الافتتاح والاختتام، ماذا عن المعلومات المتداولة حول هذا الحفل، حفل الافتتاح الذي سيكون يوم السبت؟ نعم زميلي عز الدين، ربما الندوة الصحفية لسليم دادا رئيس لجنة حفلي أو حفلة الافتتاح والاختتام كنا ننتظر منها أكثر تفاصيل، ولو أنه كان قد أدلى بتصريحات حصرية للشروق نيوز في حوار بث قبل أيام، اليوم في الندوة الصحفية تحدث عن بعض التفاصيل لكنه لم يقدم أسماء. فيما يخص تفاصيل، قال أن الحفل سيكون باهرا وسيبهر الجميع، سيتميز بعدة أمور لم يسبق لها وأن حدثت في الجزائر وفي ألعاب البحر الأبيض المتوسط. تحدث عن أمور من الجانب الفني والثقافي والموسيقي ستكون سابقة في تاريخ الجزائر وتاريخ الألعاب. تحدث عن تنظيم كوريغرافي ضخم، تحدث عن سيمفونية أو أوركسترا موسيقية ستكون من أعلى مستوى في أرضية الميدان، التي أكد أنه سيتم حمايتها حتى لا تتضرر مثل الأحداث والتظاهرات السابقة التي كان حفل الافتتاح دائما ما يؤثر سلبيا على أرضية الميدان. هذه المرة أكد أن الأرضية ستحمى لأنها أرضية من أعلى مستوى، سيتم حمايتها بطرق متطورة. تحدث عن استعمال 500 درون في مشهد كوريغرافي سيكون أيضا سابقة من نوعه واستغلال صور للجزائر مع استعمال تكنولوجيات حديثة جدا تحدث عنها سليم دادا، ولو أنه لم يمنح تفاصيل فيما يتعلق بالأسماء الفنية التي كان اليوم الصحفيون وحتى الجمهور يرغبون عن الأسماء النهائية وعن النجوم التي ستحضر هذا الحفل خاصة من نجوم الجزائر. نعم محمد بروبي، نحترم ربما هذه السرية ونتمنى أن يكون حفل الافتتاح في الموعد مع هذا الموعد الكبير. ماذا ربما عن الوفد الجزائري الذي سينتقل غدا إلى مدينة وهران وبقية ربما الوفود التي ستصل تباعا لهذا العرس المتوسطي؟ نعم، مثل ما قلت الوفد الجزائري هو أهل الدار، طبيعي أن يكون الأولى بالوصول إلى هنا. سنكون بحول الله في استقبال بعثة المنتخب الجزائري لألعاب القوى ومختلف الرياضات الأخرى في انتظار وصول الوفود. تم تعليق رايات الدول المشاركة دول الحوض المتوسط هنا في مختلف أرجاء مدينة الباهية وهران، تمهيدا لوصول ضيوف الجزائر، ضيوف وهران وكل المشاركين في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وحتى ما التمسناه ترحيب كبير
كبير جدا من سكان الباهية وهران، من ناسها البسطاء، من العاشقين للرياضة. هذه المدينة المضيافة ترحاب كبير لكل ما يتعلق بهذا العرس المتوسطي، ما ينبئ بنجاح كبير لهذه التظاهرة التي تعود إلى الجزائر بعد أكثر من 40 سنة. نعم محمد بروبي، وهو ما نتمناه كذلك بطبيعة الحال، أن يكون هذا الحدث عرسا بكامل أتم معنى الكلمة، عرس بالنسبة لمدينة وهران وعرس بالنسبة للجزائر ككل. شكرا لك محمد بروبي على هذه التفاصيل، سنعود إليك دائما من خلال متابعتنا لكل صغيرة وكبيرة متعلقة بهذا الحدث المتوسطي. شكرا لك محمد بروبي. شكرا. إذا نواصل.